رجعنا لكم مرة تانية في كلام البنات، ومعايا دلوقتي صوت خاص جدا جاي لنا من اسكندرية. صوت أول ما سمعناه وهي بتنشد الابتهالات الإسلامية قررنا على طول إنها لازم تكون موجودة معانا في كلام البنات. صوتها حلو جدا جدا زي ما سمعتوا دلوقتي قد إيه صوتها ملهم وجميل وحساس وحلو قوي. معايا دلوقتي بنت الإسكندرية ميرنا كرم. ميرنا إزيك؟ إيه الصوت الحلو ده يا ميرنا؟ بجد صوت صافي وحساس وجميل جدا جدا. احكي لي بقى انت اكتشفتي امتى ان انت صوتك حلو كده؟ ايه، انا اكتشفت من وانا صغيره. كان إيه. انت اوريدي صغيره لا، انت عندك كام سنه؟ مثلا يعني عندي 6 سنين. ماما هي اللي سمعتني وانا بغني، وابتدت بقى ان هي تشجعني ان انا اغني، وقعدت تدور على كذا كواير ان انا ادخل فيه واتدرب فيه، وفضلت هي ورايا لحد ما يعني انت البدايه عندك كانت من 6 سنين. ما شاء الله مامتك اهتمت بالموهبه وكملت بقى انها تدعمك بالتدريبات والتخصص والحاجات دي. طب انت اخترتي الانشاد الديني ليه؟ ما كان يعني ما اخترتيش اي غنى تاني ليه؟ هو انا بغني حاجات كتير، بس حبيت النهارده ان انا يعني اول حاجه ليا تبقى اني بكلم ربنا، وفعلا تبقى حاجه ليه. يعني انت اصلا بتغني كل انواع الغنى والانشاد الديني كمان، وحبيتي بس تبداي معانا بيه النهارده. بس صوتك حلو قوي. عايزه اقول لك على حاجه، طبعا كل سنه وانت طيبه، وكل سنه وكل المسلمين والمسيحيين بخير يا رب ان شاء الله. انت ليه بما ان صوتك حلو قوي كده وعندك اهلك بيدعموكي، ما فكرتيش ليه تقدمي في برامج مسابقات اللي هي بتكتشف المواهب الجديده والاصوات الجديده؟ هو انا بفكر في كده اكيد، بس محتاجه وقت كبير ان انا اطلع ابقى عندي قدره اكبر من كده عشان ابقى ضامنه ان انا يعني هكسب او هخطي خطوه حلوه. تدريبات صوتيه قصدك، ولا تدريبات ليكي انت ان انت تقفي قدام لجنه التحكيم وتقفي قدام جمهور والحاجات دي؟ ايوه، لكل صوت ووقفه، عشان انا طبعا بخاف جدا. قبل الهوا كانت متوتره جدا وهي مش عارفه قد ايه صوتها حلو. يعني عايزه اقول لك حاجه، هما هناك بيدربوكوا على كل حاجه قبل ما تطلعوا اون ستيج، وهي اكيد تجربه هتكون مفيده جدا جدا ليكي على فكره، وهتخلي الناس تعرفك. فلا، جو اهيد ولازم تقدمي في المسابقات دي. في كمان غنى كتير قوي انت ناويه تغنيه النهارده، لكن قولي لي اصحابك لما بيسمعوكي ردود فعلهم بتكون ايه؟ هما حابين يسمعوكي اكتر في انهي لون من الوان الغنى؟ هم صحابي تقريبا بيدعموني في كل حاجة، يعني أي حاجة ما عندهمش أي مانع، المهم أنا أفضل قاعدة معاهم وبغني يعني. هم دايما وبتدرسي مشغلهم. دلوقتي طبعا مش كده؟ لسه أنا داخلة أولى كلية. داخلة أولى كلية، ما شاء الله. أنت شكلك صغير جدا، أصغر من كده، بس ده حلو، يعني حلو في مستقبل الفنان على فكرة. بتحبي مين طيب من المنشدين الدينيين اللي طبعا احنا اتربينا على صوتهم وبنحب صوتهم جدا جدا؟ بحب طبعا أم كلثوم جدا. الله. طبعا. وفي يعني على حسب اللي بيبقى يعني انت بتحبي تسمعي كله يعني. ما عندكيش حد معين بعينه انت بس بتسمعي؟ بحب اسمع اي حد. طب كويس، هتسمعينا ايه تاني بقى؟ غفرانك. الله، يلا. غفرانك اللهم جل علاه،
لطفا بعبدك خالقي رحمك، يا كاشف البلوى أتيتك راجيا أرجو رضاك فليس لي إلاك، أرجو رضاك فليس لي إلاك. إن كان حظي في الحياة قليلها فالصبر يا مولاي فيه رضاك، ما حيلتي والعجز غاية قوتي، فإذا قضيت فمن يرد قضاك، فإذا قضيت فمن يرد قضاك. وجهت وجهي نحو بيتك داعيا، يا من تجيب العبد إذا ناداك، بك أستجير ومن يجير سواك، فرحا ضعيفا يحتمي بحماك، فرحا ضعيفا يحتمي بحماك. حلو قوي قوي قوي، مش قادره اقول لك حلو بجد، عاجبني جدا. بس عايزه اقول لك على حاجه، انت بما ان انت كمان ما درستيش موسيقى، انما انت ليكي مدرسه خاصه كده بيكي في طريقه الانشاد الديني، الاغاني الكلمات دي والالحان دي خاصه بيكي ولا خاصه بمطربين تانيين انت مستوحاه منهم؟ خاصه بمطربين تانيين، انا يعني بسمع وبتغني بطريقتك. طب طريقتك بقى دي، يعني انت ما درستيش زي ما بقول مزيكا، انت الطريقه دي اتعلمتيها ازاي؟ لا لوحدي كده كده انت ال يعني ده اسلوبك. انا بحب اي حاجه بغنيها باسلوبي، انا مش بحب يعني ان انا اقلد بالظبط الاغنيه او الانشاد او اي حاجه، لان معروف ان الانشاد الديني له طريقه وله قواعد وتمبوهات معينه ومقامات معينه. انت غنيتيه بشكل مختلف خالص، حديث يعني، شكل جديد حلو جدا ولايق طبعا على صوتك قوي قوي قوي. قولي لي انت ما بتفكريش لحد دلوقتي قبل ما تقدمي في مسابقات والحاجات دي ان انت تعملي تجربه كده زي ما بيقولوا سينجل، حاجه تنزل ليكي في في في, في على اليوتيوب؟ انت عارفه اليوتيوب يعني بينشر جدا الفنان، ودي يعني خطوه سهله وبسيطه ومش محتاجه امكانيات ولا فلوس، ما فكرتيش تعمليها؟ هو انا الاول ابتديت ان انا انزل على الفيسبوك، بقيت اعمل ريكورد على التليفون عادي وانزله، بس بفكر الفتره دي ان انا اسجل بقى عشان الناس تعرفك كمان، ده لازم. يعني انت مش بتشوفي على الفيسبوك قد ايه ناس بتنتشر وبتتعرف جدا وبتنجح من خلاله؟ مظبوط. انا بفكر الفتره دي ان انا اعمل اغنيه في استوديو، بس مش دلوقتي برضه، يعني انا محتاجه ان انا ابقى متدربه اكتر من كده. لا نصيحه مني، خدي خطوه اليوتيوب الاول او السوشيال ميديا الاول، وبعدها على طول هتلاقي اكيد ناس كتير بتكلمك وعايزاكي تنضمي لشركاتها والحاجات دي، الخطوات السهله دلوقتي يعني. طيب هنسمع ايه كمان دلوقتي؟ تنده عليا. اوكي. تنده عليا وسكتك من كتر الشر سكتك، عن عيني مخفية قربت ليا وببعدك، يا إلهي نار محبتك جوايا مطفية، تنده علي من كتر الشر سكتك، عن عيني مخفية قربت ليا وببعدك، يا إلهي نار محبتك
جوايا مطفية، اتصرف انت يا ربي فيا، شيل الغشاوة من عينيا، رجعني ليك، رجعني ليك. من يوم ما سبتك فرحي سابني، ولما عذبني وتعبني والراحة فيك، الراحة فيك. حلو قوي 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 بجد يا ميرنا، صوتك جميل جدا جدا. قولي لي، عشان تحاولي ان انت تثقلي موضوع المخارج الالفاظ والحاجات دي، مهمه جدا للمطرب ان هو يكون عنده مخارج الفاظ سليمه والحاجات دي كلها، بتقري كويس علشان تقدري تدعمي او تدعمي مخارج الفاظك، ولا انت عندك كمان موهبه في الحكايه دي؟ هو انا في كواير، فده بيساعدني جدا ان انا ادرب يعني مخارج الالفاظ بتاعتي وتدريب صوتي يعني. وكتير يعني بشوف فيديوهات على اليوتيوب، فببتدي ان انا بشتغل معاهم شويه، فده بيساعدك اكيد. طيب احنا معانا تليفون، انا حابه ان انت تاخديه، ايه رايك؟ قولي الو. الو الو. ايوه ميرنا. ايوه. ما عرفتيش الصوت؟ صوتك جميل. مش في المايك، اتكلمي عادي. احنا صوتنا احنا معانا الاستاذ كرم حسني، طبعا والد ميرنا. ازي حضرتك يا فندم، عامل ايه؟ الحمد لله، نشكرك. والله يعني بنشكرك على الموهبه الجميله دي اللي نورتنا النهارده في كلام البنات. ربنا يخليكي، شكرا. انا كنت بسالها حضراتكم من امتى كده اكتشفتوا ميرنا واكتشفتوا صوتها الجميل، ومن امتى بداتوا تدعموها فعلا بالدراسه والحاجات دي؟ صدقيني هي كانت يعني من عندها 6 سنين أو 7 سنين. هي الموهبه دي اكتشفتها مامتها وحاولت تنميها لها، وفعلا يعني الحمد لله. هو من 6 سنين اقدر اعرف ان بنتي صوتها حلو بتغني يا استاذ كرم؟ هي كانت يعني عشان كانت بتقول ترانيم وكده من وهي صغيره، فاحنا لما سمعنا صوتها طبعا فوالدتها نمت فيها، قالت لها صوتك حلو يا ميرنا، فابتدت انها تنملها الموهبه دي. الحمد لله يعني مش وميرنا عامله لكم ازعاج في البيت بقى ولا ايه الاخبار؟ على طول اكيد. طبعا طول النهار بتغني وكده؟ ما انت ما بتعزفيش على اله يا ميرنا؟ لا. لا بس احلى ازعاج اكيد. يعني الحمد لله احنا أكيد. مستحملينها عشان صوتها حلو برضه. لا ان شاء الله، والمستقبل قدامها كبير وصوتها حلو، وطول ما انتوا جنبها ووراها طبعا اكيد ان شاء الله توصل حاجه كويسه. يا رب ان شاء الله. ربنا يفرحكم بيها. استاذ كرم شكرا جدا لحضرتك. اتفضل. شكرا. كان معانا والد الفنانه الجميله ميرنا كرم، الاستاذ كرم حسني. والدك شخصيه لذيذه جدا جدا، واهلك ناس لطاف يعني، وكمان على فكره يعني اولياء الامور دول بيتعبوا جدا مع الطفل الفنان يعني، بيقفوا جنبه. فانتي طبعا يعني لازم ايه لما تكبري كده ان شاء الله تعوضيهم عن كل التعب اللي تعبوه معاكي. اتمنى بصراحه. اكيد ان شاء الله. هتختمي معانا بايه النهارده؟ كيف لي ان اشفى. ماشي، يا ريت. كيف لي ان اشفى من حبك، من يداوي جرح شوقي إليك؟ كيف لي أن أشفى من بحثي عنك ووجعي إليك؟ من يوقف إدماني على عشقك؟ من يوقف سكرتي في عينيك؟ من يوقف إدماني على عشقك؟ من يوقف سكرتي في عينيك؟ أبسط صلاتي إليك على الليل نارا لما
يقين ناراً ناراً لمجامر العاشقين وأنتظر مع الفجر وجهك أنشد لك مع القدس أنا شهيد الوجد والحب يا رب. شكرا جدا يا ميرنا، بجد صوتك حلو قوي وانا بتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. لما تكوني موجوده معانا مره جايه يكون نزل لك حاجه على اليوتيوب الاول، بعد كده ان شاء الله ينزل لك بقى سي ديز والحاجات دي كلها. وميرسي جدا جدا ليكي واهتمي قوي بالموضوع ده. مشاهدينا كان معانا بنوتة جميلة جدا بتعمل ترانيم وبتغني أغاني إنشاد ديني، شفتوا قد إيه صوتها حلو وجميل، هي ميرنا كرم. هنروح لفاصل، لسه كلام البنات ما بيخلصش، هنرجع ونتكلم مع نرمين ومعاها مصممة الإكسسوارات فرح عمارة، استنونا بعد الفاصل.